اليوم بمدينة بن سليمان الكل كيعرف الملف ديال تزوير التقرير المالي ديال نادي حسنية بن سليمان، واللي بطبيعة الحال الآن هو في المحكمة بعد ما بادر واحد مستشار جماعي في المعارضة، وهو اللي حط الشكاية على أساس أنه تم تزوير في محاضر كانت تسجلات واحد مجموعة ديال الديون على النادي، وهي ديون خيالية وهمية ما كيناش. فالملف كان مشى النيابة العامة، النيابة العامة دوزاته للتحقيق عند قاضي التحقيق، الآن هو عند قاضي التحقيق. الجديد في هذا الملف هو أنه اليوم بمجرد ما استقبلهم قاضي التحقيق واللي كان درس الملف إلى آخره، فاعتقل خمسة من هاد الناس هادو، منهم ابن الرئيس ديال المجلس البلدي ديال بن سليمان، وهما كاين ستة اللي كان المفروض على أنه يتم اعتقالهم. واحد منهم ما عرفش لحد الساعة هل تم إطلاق سراحه أم كما يتم الترويج له في مواقع التواصل على أنه مبحوث عنه، أنه ما التحقش. بالإضافة إلى أن هناك مجموعة كبيرة كنظن وقيلة واش شي 8 أخرين اللي هما اللي غادي تسجلوا على أساس غياخذوا تلك الديون، حتى هما استمعوا لهم اليوم وباقي غيكون الاستماع لهم ولكن في حالة صراح. المشكل ديال الحسنية باش تكونوا عارفين لازال مستمرا لحد الساعة، رغم أن الحسنية الآن عندها مكتب أنا شخصيا لا أعترف به، لأنه في شهر أبريل في 2022 كان العامل ديال الإقليم تدخل شخصيا وشكل لجنة مؤقتة لتسيير النادي لما تبقى من دورات الموسم الماضي، كانوا تقريبا شي خمسة ديال الدورات، وتشكلت اللجنة كان فيها الرئيس ديالها هو الان اللي مع اللي في الرجاء، الكاتب العام ديال السي مروان، كنظن الكاتب العام ديال نادي الرجاء هو اللي كان الرئيس ديال الحسنية، معها أربعة ديال الإخوة، شي ممثل ديال الشباب ومع مجموعة أخرى، سايروا المقابلات، داروا حساب جديد، ما قدروش يوصلوا للحسابات الأخرى لأن الملف في المحكمة ديال التقرير المالي، فبداوا وكملوا. لكن من بعد كنا كننتظروا مثلا لأنه يتم تمديد هذه اللجنة المؤقتة، وكان ننتظر لأنه هي تفتح باب انخراط باش يكون عندنا منخرطين، إلا أن حتى حاجة ما دارت. فإذا بنا كنتفاجئوا في الدخول الرياضي ديال هاد السنة هذه، وقبل ما يتم نهاية التوقيعات ديال اللاعبين، فالباشا ديال بن سليمان كيعطي واحد المجموعة ما يسمون أنفسهم بالمنخرطين، كيعطيهم الوصل وكيشكلوا مكتب، وبطبيعة الحال يعني العامل ما عطاهمش لأنه ما معترفش بهم، وعلى داك الشيء علاش دارت اللجنة، فإذا به كيعطيهم هو وكيديروا المكتب، وهو الآن اللي كيسير دابا. السؤال العريض والطويل اللي كنطرحوا كاع ساكنة إقليم بن سليمان هو هذا المكتب، إذا افترضنا واعتبرنا أنه رسمي، هل يحق له أن يفتح الحسابات البنكية الأربعة اللي كاينين ديال الحسنية، خصوصا على أن الملف كاين في المحكمة ديالهم؟ ثاني شيء، هذا المكتب الجديد مع من جلس من أجل تسلم السلطات الباساسيون، مع من ما كاينش؟ وثالث شيء هو أن هاد المنخرطين ليسوا منخرطين ديال 2022، منخرطين سابقين، وبسببهم هما تشكلت اللجنة المؤقتة ولم يتم الاعتراف بهم. إذا كيبقى هذه أسئلة عريضة اللي كان المفروض على أن تدخل فيها الجامعة والعصبة، علما أن رئيس العصبة في الوقت اللي دارت اللجنة المؤقتة كان جاء قبل وحضر مع السيد العامل ومع الكاتب العام، وهو اللي وافق على أن هذه الطريقة تمشي. فإذا به من بعد ما بقت لا لجنة مؤقتة لا والو، وأصبح الملف ملفا شائكا لا على مستوى التصوير والتدبير ولا على مستوى الملف الآخر اللي في المحكمة اللي كان تنتظروا على أنه يكون إنصاف المظلوم وترتيب الجزاءات على الظالم.